فجواء طيب جدا خاصة في الصباح. يعني صليت الصبح على ظهر الحيط على السطح، كانت ما فيش مجال انه اطلع يعني من عنده. فالحمد لله رب العالمين احنا موجين على اجواء صيفية منتهية، يعني أربعينية الصيف انتهت. الآن احنا داخلين بشهر الخريف، بتعرف في السنة أربع فصول، صحيح، خريف وربيع وشتاء وصيف. فالآن احنا في شهر الخريف، يعني يبدأ ب22/9 إن الله أحيانا، بصير الليل والنهار كد بعضهن البعض، وشوي شوي بصير بيطول هالليل. طبعا بيطول أكثر، بصير حتى يوصل 16 ساعة ليل وثمان ساعات نهار. فبتعرف بالخريف في له عدة ميزات. نعم. من ميزات شهر أيلول إنه الفلاحين أيلول طرفه مبلول. اثنين، في أيلول بدور الزيت بالزيتون، يعني هسه يمسك حب الزيتون تفغصها بيطلع شوية زيت، بيطلع زيت. نعم. بشهر أيلول بيصلي بالصليب، الصليب اللي هو بكله الوسم البدري، وإذا صلى بالصليب لا تأمن من الصبيب. يعني إذا صلى بالصليب لابد من المطر. مطر بيجي مطر خفيف، هو هذا بيعتبروه انه هو صلى بالصليب الوسم البدري، عشان هيك بقولوا طرفه مبلول، يعني من هذا من هذا المنطلق. فبالتالي اذا صلى بالصليب لا تأمن من الصبيب. هذا شهر أيلول. شهر أيلول طبعا تتساقط أوراق الشجر، بتكثر فيه الرياح، طبعا معظمها شرقية. بصير فيه هناك في وسط النهار اللي هو الآن احنا فيه بكل الشوبات القصيرة، هاي الشوبات القصيرة لاستواء الزيتون. يعني بصير من الساعة 10 لغاية الساعة 2-3 بعد الظهر شوية، يعني هاي اللي بكلها الذروة، هاي الذروة بتكون فيها شوية شوب حرارة، يعني حرارة. نعم. على أساس إنه يستوي الزيتون، لأنه بشهر 10 بصيروا أصحاب الزيتون، لو إنه الواحد يعني مش قادر يعني يفصح عن اللي بقلبه عن اللي قاعد بصير في هذا الموسم. للأسف الشديد المستوطنون يتعمدون لقطع الأشجار المثمرة. يعني اليوم الصبحيات أنا بحكت على 27 شجرة في نابلس وحمالي في بورين، بالإضافة إلى اللي حصل قبل 40 في الساوي 40 شجرة عمرها 20 سنة. متعمدين طبعا، متعمدين. يا للخسارة، يا للأسف الشديد. نحن يعني إذا بدنا نقول الواحد منا بطنه برميل برود، بس هالأيام صراحة ما فيه هالاهتمام يعني بمجمل الموسم. يعني كم منطقة اللي عنده بيعتمد عليها باقتصاده، أما اللي عنده قطعة هالأرض مش هالاعتناء بالشجرات. ما هو الأصل إنه اقتصادنا الفلسطيني إحنا للأسف الشديد ما ظل هناك مجال. يعني إذا بدك تيجي تشتغل على أي مقاول في الضفة الغربية ما بيعطيك اللي بتعطيه إسرائيل، وهذا متعمد طبعا. اليوم العامل أقل عامل بأخذ 200-250 شيكل، تيجي عند مقاول في الضفة الغربية بيعطيك 50-70 شيكل، أقصى حد 100 شيكل. فبالتالي بطلوا الناس يهتموا في أراضيهم، ولو أنه للأسف الشديد يعني دشروا الأماكن اللي هي استراتيجية للبناء أهالينا وأقاربنا، وصاروا يبنوا على الودان، يقطعوا الزيتون ويقطعوا البرتقال. يعني كانت طول كرم تشتهر بالحمضيات، الآن للأسف الشديد صرنا نستورد حبة الليمون وحبة البرتقال. طول كرم كانت مزار للكل يجي يشتروا من طول كرم. نعم. صحيح. هي حقيقة يعني من ما باكيت الطل من عنبته تتوصل كفر صور، وتوصل الشعروية كلياتها كلها بيرات. ما كانوا يعني كان في اكتفاء ذاتي بالنسبة لطول كرم. وشغلكم الشاغل كان أيام زمان الأب والأبناء، وبعد ما يتزوجوا تضل هالأرض في البيرات. صحيح. نعم. فكنا يعني إحنا يعني ليش بنقول إحنا اكتفاء ذاتي؟ ما كنا نعتمد على الاستيراد من الغير، لأنه كانت البلاد حي. فالآن للأسف الشديد يعني الحالة الاقتصادية سيئة، فصارت الناس تضطر يعني حتى يبيعوا الأرض مشان يروحوا يشتغلوا برا. طيب اليوم احنا يعني ما شاء الله اقتربنا على منتصف شهر ايلول، وايلول له كثير ميزات وله كثير اقوال في الرزنامة الشعبية الفلسطينية. نعم. سواء كانت امثال او كانت يعني خلينا نقول مواسم واشياء احنا بنشتهر فيها طول كرم، موسمية في شهر ايلول، او ممكن تحضيرية كيف نهيئ ارضنا وكل ما يتعلق في هذه الارض خلال شهر ايلول. يعني غير احنا بنقول عن موسم الزيتون انه هذه الايام ممكن نلاقي الزيت زي ما حكيت في حبة الزيتون. وايش كمان بتميز ايلول في اي الامور؟ ايلول بحرارته المنخفضة. اثنين،
بالنسبة لموضوع الزيتون الآن يعني بتهيئ الفلاحين بهيئوا أنفسهم صحيح لي اولا لنظافه الارضيه تحتيه الزيتون ما بتعرفي في كشف وفي شوك وفي بروحوا بنظفوهم حتى يكونوا على استعداد لقطف الزيتون. بيبدا القطف من 15 10 وما فوق. اللي مستعجل طبعا في كانوا بهالايام هاي اللي بخلط زيته القديم بصير بيعمل شويه زيتون وبدرسهن على الحجر. هذا بيكون له زيت تفاح. هذا زيت التفاح ما فيش شيء أزكى منه. بحط الزيتونات في جورة بدها خبز طابون طبعا بالطبع مع شوية هيك بصل وبندورة مع شوية ملحات جاهز الوضع. لا ما هو برضو هذا زيت التفاح لما بتدرس الحرمي أو الرجل بدرس حباد الزيتون بالحجر الكبير في مثل ما تقول ران أو يعني جاب صغيري بكموه بحطوه في المي السخنة الزيتون هذا المهروس صحيح. وبعدها بصيروا يكتفوا الزيت من فوق لأنه الزيت يا فلان أنت مثل الزيت طايش عوج المية بدناش نكون مثل الكش عوج المية. الكش برضه بطيش لأنه خفيف فالزيت بطيش فبصيروا يكشوا فيه أول بأول. هذا كان موجود للمسخن هذا لأنه فيش فيه يعني حموضته مش موجودة صافي مية فالمية فبيقولوا صصان مكلية بزيت اطفاحي. وش تطلبوا بعد الغداء يا عيني صصان مكلية بزيت تفاحي يعني هذا كان يغنيه النسوان بالأفراح. فهذا الزيت كان طيب جدا 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 بالإضافة إلى حبات الزيتون اللي بنزل من الشجرة منكورة التيفي هاي بيعتبروه جرجير. هذا برضو بلمون النسوان وبحطنه في طشط بغلنه بملحنه وبحطنه بكياس خيش مشان تتمصل المية المرة. وبعدها بنحط في مرتبنات وشوية ملح وشوية زيت هذا يؤكل شرعا بالإضافة إلى قسم ثاني بظل مثل ما هو جرجير بدون زيت وبدون هذا جرجير يعني واعي يعني مستو تحتمه هذا طيب جدا جدا والناس تجول نسوان ورجال بصيروا كيمو يأكلوا مع الخبز من تحت الزيتوني مباشرة يعني منه فيه بارك الله فيه. طب مازن كمان بأيلول وهي الفترات مرتبطة كمان بعاداتنا وعلاقاتنا الاجتماعية خاصة أنه الأفراح كانت مع انخفاضات درجات الحرارة اللي يعني بتبلش في منتصف أيلول عكس اليوم بالضبط. بيكون الوضع كان أكثر بالأفراح في الزجالة والكل بيشاركوا. يا سيد العزيز ليش بنقول احنا يعني الان ما بدهم الناس لا يجيبوا مراوح ولا مزقنات ولا بدهم اشي يعني حتى اذا دخلوا في قاعه او دخلوا يعني في ساحه ما بدهم يعني هالكدي بتكون الاجواء لطيفه جدا جدا وبكون في هناك العلاقات ما هي شوف اختلفت العادات ما بين العباد في بعض البعض يعني في الزمان القديم في هذا الشهر بالذات لما كان في هناك زواج كان في هناك اريحيه مع الناس ببعضها البعض كان في تعاون يعني أهل العريس كانوا بس عبارة عن إنه زوجنا ابننا لبنت فلان يعني ما كانوا يخسروا ما كان في هنا خسارة. الآن ملزم أنت بالخسارة للأسف الشديد وفي هناك شغلة هاي الكرتات عذر يعني أنا أقسم بالله برحيات قاعد في باب معرض الأوروبي أنا مرك عني واحد بسيارة مرحبا عبد مازن أهلا وسهلا قدم لك قدام مترين وقول له راجع ما شفت إلا كتب الكرت وده مع ابنه يعني أبجد هوس عطي. يعني سبحان الله كيف حتى التنوع المناخي عم بمازن في شهر أيلول هذا قديش كان كمان يخفف عن الناس مش بس في المحاصيل الزراعية كمان في المناسبات الاجتماعية طبعا. يعني نعم لما نعم. بنقول الطقس منيح والناس كانت تعمل مناسباتها وأعراسها وحفلاتها هذا بخفف زي اليوم إحنا بنستأجر قاعات وبنعمل نعم. زمان على أي بيدر ويا الله يا بنتي يا بنتي قبل كان في الزمانات اللي أنا لحقتها يعني عفوا أنا عمري الآن 81 سنة العمر كله يا ربي يعطيكم الستر والرضا من الله ما كان في هناك مجال تكتب كروتي ولا تودي ابنك كان يطلع حارس البلد اللي هو خادم المسجد أظهر المسجد لا سماعات ولا شيء يا أهل البلد العرس الآن عند دار جدان العرس الآن عند دار بدير العرس الآن عند دار أبو عواد
احلى شيء جدا. اسمعي اروع شيء، اللي كان يجيب حزمه حطب، اللي كان يجيب رطل برغل، اللي كان يجيب رطل الرز، اللي كان يجيب رطل طحين، كل واحد يجي على العرس الا في تحتيه اباط وشيء يا زوجته. والنسوان كانت تلف الواحد شريطه على العودي وترش عليها نقطتين كاز وتولعها وهي جيناكم يا دار فلان. بس ما تولعوش الدور. لا ما هو هسه كنت ادي البيادر، ما هي هاي كانت صحيح البيادر، لان فيش بلد بهاش بيادر. صحيح، شوف ما احلى البساطه فيها، جدا جدا وقليله التكاليف كمان، والكل بيشارك، الكل بيشارك، والكل بغني، والكل بيرقص، والكل والكل باكل وبشرب، ما شاء الله بكون يغدوا ويعشوا. وبعدين العروس بتروحش على كنعة، يعني احنا بدنا نجيب عروس من فرعون على مخيم طول كريم، ما تروحش على الكنعة، يعزموها دار زيدان، دار ابو تمام. هيقولها بالضبط هسه الدار وهيك هيقولها غرفي ونقطوها قبل ما تطلع. صح، وتروح على الدار مع زوجي مكرومي. احلى عاداتنا كنا كيف عليها الشباب. كان في كمان عاده الدخان تلزقوها هيك ما شاء الله، والكل حبطرش مثل ما سبعة ثمن باكيتات دخان ملزكات ببلاستر، وكل نوع شكي. شو بتدخن انت؟ والله بيعزموا يعني على كان ايام زمان هيك. وباسمه انا في نور شمس بجوز زفيت 30 40 عريس، بكون يجيبوا رطلين دخان حل. حلل، رغم انه كان دخان السيد والسبورت والميجر والكمال باربع كروش بك البكيت، بكينا نركب من طول كريم لنابس بكرشين ونص في الباص بساط الشخشير. نجيب ناس تلف بهالكبع الصغار، تفضل 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 تفضل، وفيش يعني مش ملزم انت بإشي الا اذا كان موشوف. في مثل بيقول زاد الرجال عن رجال دين وزاد الرجال عن ذال صدقه، فاللي عليه دين بده يدفعه. صحيح، بغض النظر هنيتني بابني، هنيتني في مرتي، هنيتني في عنز تنجابت سخيل بدي انا ارد. طب عمر مازن، يعني واضح تماما انه شهر الخيرات هو فعلا ممكن احنا نبدا، وان شاء الله كل الاشهر تكون كلها خير، بس هي بتبلش كمان في ايلول. نعم، لانه في التحول المناخي، وفي مثل بيقول ان هين عملنا احنا بنشوف بالامثال حفظناهم عشان احنا مش كلهم محفوظات في ايلول، بدور الزيت في الزيتون والمر. نعم، في الليمون. والمر في الليمون شو يعني؟ المر في الليمون لانه يبقى مش واصل، يعني مش ناضج. الليمون، الليمون مش ناضج يا دوبها خضرة. هسه يعني اذا بتقطع حبه ليمون انت حتى لو انك عصرتيها عصيرها مر هسه، لانه مش ناضج. شايفين؟ ما هو يعني السلك بنفعش، حتى الاكل المسلوق كسلك بتنفعش، الحديث بين اثنين اذا كان مسلوق بيوفيش. صحيح. في مثل بيقول كل سر جاوز الاثنين شاع، ففي ناس بتفكر انه بين وفاء وبين خالد سر، لا، هو السر ما بين الشفتين، السر ان خرج من بين الشفتين شاع. صحيح، بغض النظر يعني بصيرش اني اقول لك اياه انت، انا ان طلع من ثمي انا انتشر، بطل سر، بطل سر، انتشر، انتشر، جاهز. طيب. لانه في لانه في بيت موال شو بيقول؟ بيقول على درب الوفا يا خل سرنا، ولقاءك بعد طول غياب سرنا، كتمنا عن الناس سنين سرنا، وفضحنا دمع الخد انسكر. يا سلام يا عيني. طبعا الساده المشاهدين والمستمعين، وفاء ابو مازن بيقول في الزجل قويل، بدي بيت الشعر للامانه تبع صبارين اللي سابقا هيك واحنا قاعدين. كاشفك كاشفك ابو مازن، يا ريت نسمعه. اوف يا صحه. عفوا. صحه. أوف 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 يا دنيا عالمآسي صبرينا، يا دنيا عالمآسي صبرينا، وإذا متنا صلبينا وصبرينا. أوف 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 يا ربي عود عليك يا صبرينا، وأدفن فيك تحت حفنة طرايا يا أبوي يا أبوي يا أبوي.
جينا سعدنا بلقاء احبابنا نحنا سعدنا بلقاء احبابنا. الله عليك يا الله يسعد صباحك حبايبي حبايبي حبايبي. والله اليوم صباحنا مميز جدا جدا, جداً بوجودك بوجودكم مفتح ما شاء الله مثل اللي ماكلين زيت تفاح. لا لازم ناكل زيت تفاح ان شاء الله يسعد صباحك. طبعا مازن في مثل كمان بيقول في ايلول اتمون لعيالك وشيل الهم عن بالك. هذا بالنسبه لايلول لانه موجه علينا وعليكم ان شاء الله خير ان شاء الله اللي هو فصل الشتاء. صحيح. يعني خبي مو انت الشتاء بالصيف مشان انك انت ما تحتاجش اشي, لانه لما كانت تيجي الامطار الغزيرة مش سهل انك انت تروح تجيب كيلو بندورة لانه كانت امطار, يعني كانت امطار. يعني احنا جينا في 2012-50 على مخيم نور شمس كان المطر من الاحراش للجبل الجنوبي ما شاء الله من الشمال للجنوب يعني بساط سحبتها فكانت الامطار يعني هي شوف حسب حكمة ربنا الأمطار التي تنزل سنويا هي هي ولكن بيوزعها ربنا على البلاد كيف يشاء هي هاي حكمته. نعم. بغض النظر أنه يعني كنا نيجي من نابلس دير شرف دير المي فيها عنب تناشفي فهاي حكمة ربنا هي أرزاق توزع طبعا المطر رزق. نعم توزع. رزق. طب يعني تمون يعني حذر. نعم حذر حالك حذر يعني كم حات للطحين شوية كانوا كابل البندورة والبامية والبدنجان نشفوه كله صحيح. هذا كان كل ياته هذا المحصول ما كان موجود يعني في الزمانات سابقا ما كان في يجي بندورة بالشتوية أيوة. ولا بدنجان ولا بامية هذا كان كل ياته يبقى موجود مخزون بالإضافة للفريكي مثلا بالنسبة للمأكولات اللي كانت في السهريات مثلا الكطين كنا نعبيه بجرار الحمص كنا نحمصوا ونحطوا بس اليوم في ناس بيقولوا انه ليش بدي اخزن ما كل شيء موجود بالضبط طبعا لانه بتعرفي ما هي يعني اللي سابقا كانت امي تجيب 20 بيضه تحطهم تحت دجاجه مشان تفرغ تعمل صوصان صحيح يقعد 40 يوم يجي الصوص 200 غرام 100 غرام يقعد يا ستي تقريبا شهر ما يجيش نص كيلو الان بالنسبه للهرمونات والمواد الغذائيه اللي بيعطوهم اياها ابن 20 يوم بيجي 2 كيلو بلزلز من هذا المنطلق يعني ما فيش مجال يعني في بندوره بالصيف وبندوره بالشتاء يعني الملوخيه اللي ما كانش تنزل الا بشهر 5 و6 صارت بشهر 1 و2 تنزل بس اللي بنزرعه واللي بنكون عارفين شو احنا بنحط له المواد العضويه وهذا سليم 100% غير عن اللي يعني القصد انك انت تمون حالك وتزرع عندك وتزبط وتعمل بيكون افضل وارخص يا ستي هذاك لما يبقى في استقلاليه في الدار يبقى الواحد عنده حقوله 200 متر 150 متر بيال الدار هذا بجهز كل منتج شتوي فيه منها امبارح حكينا فيها زمان لا بقدونس لا كزبره لا نعناع كله بالدار موجود بتاعها زارعين انتوا عندكم راحت بلطناها لا والله انا حاطط عجال على ظهر الدار ومعبين بالكواوير بس كيف التدوير اعاده التدوير والله بعجل الان مزروع فيه بيطلع بطبيعته فرفحيني بلكته الفرفحيني ولا اطلع منها هي لها تسمع كلها بكلي وفرفحيني ورجلي والله ابدا رجلي شايف فهاي سلطه بتتاكل ونيه بتتاكل ومع بيضه بتتاكل ومع بندوره بتتاكل بدي اسالك سؤال كيف بتاكلها نيه بغسلها أيوة. ومع خبز بوكلها كرت لا بدي ادلك على طريقه ثانيه هادي منك نستفيد الله يسعدك لا بتجيب هالبقله او الفرفحيني او الرجله بعد ما تغسلها وتنظفها طبعا نعم. بتفرمها نعم. بتحط عليها زر بندوره بس يكون هيك يابس شوي مشان يصير يكرتوا وياها ايوه وشويه بصل حط عليها شويه سماق وملح وليمون ودعي لي بعد بصير سلطه ما كنا بتاكل هذه زي الجرجير يا ستي بتصير سلطه ما هي طب بالنسبه لعجينه البيتزا انت هيك اسمع انت هيك عملتي لي مثل المثل القائل يا ناس الطبع غلب التطبع ولا التطبع غلب الطبع يعني انت المشيات لا بس لا الطبع غلب التطبع اكيد 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 لانه هي صارت مشكله عليها بس هي طيبه في كل اللغات زي وبعدين ما لها
ميزتين، الميزة الأولى للنظر وميزة الثانية للدم. والله مليون في المية. طب مازن للأمانة حابين كمان نسمع هذا الصوت الشجي من خلال البرنامج. بدنا نستغل وجودك. بدنا نستغل وجودك، ولأنه هاي كل ما شاء الله المتابعين بيحكوا إنه بدنا نسمع مازن كمان. لا والله يكره أولادي أبدي. تفضل طال عمرك. تفضل. يلا خلنا نسجل كمان إحنا. تلفزيون الفجر أنا بحييكم جميعكم، وإذا حل الفجر بصلي بجميعكم. أوف 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 أوف. وتحياتي لابن بدير هلي بها الحضرة جمعكم، تحية عملة كل الشباب. نحنا لكم وانتو لنا يا حبابنا، نحنا لكم وانتو لنا يا حبابنا. الله يهدي لهم. هسا فؤاد وفيصل بتضارب عليهم هي على هالموال. ما هم بالنسبة لهم إذا بنكسر عندهم حرف بيجي بكل الورق. الله عليك الله عليك، شوف الدوزان الصح. الله يسعدك. يا واحد يعجي دين ودين اللي خلفه. عبا مهزل يعني اليوم طبعا طبعوا اللبن ما بيغيروا إلا الكفن. الله يحميكم. وصاحبك إذا بدك تبكي لا تأخذ منه ولا تعطيه. صحيح. مزبوط. عشان نتجنب المشاكل بالضبط. واللي له شريك له معلم. تشوف موسوعة الأمثال الشعبية. ما شاء الله. الله يسعد صباحك بمازن. احنا سعيدين جدا بتواجدك وإيانا، ومشكور جدا على هذا الوقت. يا سيدي أنا بخدمتكم، حتى يعني بنتنا تسنيم بنت أبو الكشوع هاي بتقول لي بدنا نيجي نصور عندك، قلت لها في أي لحظة أنا حاضر، وين بتزدعوني برضه أنا حاضر. الله يسعدك يا ربي. وهي صباح مر لك يا حال. الله يسعد صباحك. صالح بتصبح لك برضه زميلتنا كمان. الله يسعدك. قبل أسبوعين أجوني جماعة من حيفا. أيوه. جماعة من ام الفحم، بدهم عن صبارين سابقا وعن النكبة. اخذوا مني ساعتين. لا سيما في عندي مقتنيات انا على زمان البلاد، يعني في عندي طبق كش بدته حياه امي، والمفتاح والجرون واللقم وكل، يعني في ما شاء الله كنز من التراث. شهادة الميلاد بتاعتي الصادرة من حيفا موجودة. حتى الفواتير والارساليات هدول والمكاتب تبعات الارض، كوشين الارض ودفع العشر المال، واللي كانت الانجليز الحمد لله في كمان دفاتر المدرسة موجودة. موجودة. يعني انا كنت يعني مطلع معاي ست كتب انجليزي، ريدر 1 وريدر 2 وريدر 3. كتاب النحو الواضح. كانت الجغرافيا والتاريخ كتاب واحد. كتاب جغرافيا وكتاب تاريخ، وكان موجود معاي المصحف اللي طلع من البلاد. هذا كنت يعني ما بنقول للاولاد يعني منقعدهم من كل وين بكيتوا انتم وين صرتوا يابا. وبعدين بس معلومه للساده المستمعين والمشاهدين، اول ما اجى العم مازن بالانجليزي كان يحكي معنا اول. لعب ابو مازن. نعم العم ابو مازن. ابو مازن انت قلتي العم مازن. ثانك يو. ثانك يو فيري ماتش ابو مازن. تو يو مستر بير. اي لاف يو. اي ام اي لاف يو تو يو. اي لاف يو 3 100. الله يسعدك. شو بس بيعطيك 100. اذا كل تحيه للعم ابو مازن السيد مصطفى ابو عواد. احنا أنا من شخصيا سميته أيقونة فلسطين، مخيم نور شمس وطول كرم وفلسطين بشكل عام. وإن شاء الله تدوم هالأيقونة بصحتك وعافيتك يا ربي، وهذه الذاكرة اللي الله يحماها كنز. إن شاء الله يا رب تدوم بالصحة والعافية بإذنه تعالى. بتظلي أنت بنتنا وبنت أخونا، وأنا الله يسعدك مع كل دار زيدان. الله يخليك يا رب. الله يسعدك يا رب. وأنا تشرفت بمعرفتكم بجيتي عندكم، وهذا شيء بعزني أنا إنه يبقوا الناس فاهمين إشو. يا ريت تكون في هناك جلسات أكثر إن شاء الله. حتى إنه الإنسان الجايات أكثر من الرايحات، حتى الإنسان يعبر عن ما في داخله. صحيح. من آلام ومن حياة. يعني الآن إحنا في وضع للأسف الشديد، يعني حتى انحصرنا في موضوع
عدم السمع وعدم الشوف. لأنه إذا بدنا نسمع ونشوف راح يبكي الواحد من جسمه دون ما إنه يبكي يرجع. إن شاء الله إن لقاءات قادمة بمازن في هذا الخصوص. وأكيد مشاهدينا مستمعينا الكرام نأمل إنكم يعني اكتسبتوا الكثير من هذا اللقاء.